الدرس الخامس بقى بيتكلم على حاجات عمليه بقى في الكمبيوتر، زي بيقول لك الديجيتال سيرش سكيلز، مهارات البحث الرقمي، وبعض التولز او بعض الادوات اللي احنا بنستخدمها في البحث. في حاجات احنا ما بنستخدمهاش في البحث بس، احنا بنستخدمها كمان في الويندوز. يعني لما يكون عندي مثلا فولدر او مجلد على سطح المكتب كده، موجود الفولدر ده وعايز احط فيه حاجه معينه، ملف معين، يعني فولدر اهو لو ضغطت دبل كليك عليه بيتفتح معايا النافذه بتاعته. طيب لو الملف ده مثلا انا عايز انسخه جوه الفولدر ده، فممكن احدد الملف واضغط بقى من لوحه المفاتيح اللي هي الكيبورد يعني بتاعت الكمبيوتر، كنترول مفتاح كده تلاقي مكتوب عليه سي تي ار ال مع حرف السي، فكده اعمل لي كوبي او نسخه من الملف ده. اروح بقى للمكان اللي انا هنسخ فيه وبعدين اعمل كنترول اللي هو سي تي ار ال مع حرف الفي، فيعمل لي نسخه من الملف ده جوه الفولدر. يبقى اول اختصار من لوحه المفاتيح هنستخدمه اللي هو كنترول سي، حرف السي اول حرف من كلمه كوبي، كوبي يعني نسخ. يبقى كنترول سي اول حرف من كلمه ايه؟ من كلمه كوبي، يبقى نسخ. يبقى انا بنسخ على مرحلتين، احدد الملف واضغط على كنترول سي مع بعض، مفتاحين دولت بضغط عليهم من لوحه المفاتيح مع بعض، وبعدين اروح المكان اللي الزق فيه واقول له كنترول في. يبقى كنترول في، في مش بي، في. طيب ده بالنسبه للنسخ واللصق. طب النسخ واللصق دوت ساب اصل الملف ولا خده معاه؟ لا سابه، يعني عمل لي دبليكيت تكرار للملف. طيب لو انا دلوقتي عايز انقل الملف، مش هسيب الاصل زي ما هو، عايز اشيله من هنا احطه هنا، بحدد الملف برضو بس المره دي مش هضغط على كنترول سي، انا هضغط على كنترول اكس. هتلاحظ ان الملف بهت شويه، وبعد كده اروح للمكان واعمل كنترول في. خلي بالك لما اعمل كنترول في ايه اللي هيحصل للملف؟ هيتنقل جوه الفولدر. يبقى انا كده عملت كنترول سي وكنترول ايه وكنترول في، كاني شلته من هنا حطيته هنا مثلا، يبقى كنترول اكس وكنترول في. يبقى انا عندي دلوقتي ثلاث ادوات، كوبي كنترول سي، كات كنترول اكس، والاثنين ده هم بعمل معاهم بيست اللي هو كنترول في. يبقى دلوقتي لو انا عايز اعمل نسخه من الملف، احدد الملف واضغط كنترول سي، يبقى انا دلوقتي نسخته في الذاكره. هروح للمكان اللي هلزقه فيه واعمل كليكه واضغط كنترول بي، كنترول في، يقوم لازق. طيب لو انا عايز انقله بقى من مكانه، هروح الملف احدده واضغط كنترول سي، كنترول اكس، سوري كنترول اكس اللي هي ايه؟ كات. هي حتى الاكس عامله زي المقص بتاع الكات. واروح للمكان اللي هلزق فيه واعمل كنترول في برضه، يبقى كنترول في ده ماشيه مع الكات ومع الكوبي. طيب ده بالنسبة للويندوز. في بقى نظام تشغيل بيبقى على اللابات اللي بتبقى مقبول عليها تفاحة بتاعت شركة أبل، ديت ما بتستخدمش كنترول، بتستخدم أمر تاني اسمه كوماند، سي إم دي. يبقى بدل كنترول هنستخدم سي إم دي. يبقى سي إم دي أو كوماند سي يبقى كوبي، كوماند إكس يبقى كات، كوماند في يبقى بيست لصق. دي بعض الأدوات اللي بنستخدمها في عملية السيرش، مش السيرش وبس، لا انت بتستخدمها كمان في شغلك مع الويندوز، تعمل مانجمنت للملفات او الفايلز او الفولدرز كمان. يبقى الاوامر عندك هنا بعمل لك جدول ملخص لهم. بالنسبه للويندوز الكوبي بستخدم كنترول سي واروح الزقها بقى بكنترول في. طب الكات بستخدم كنترول اكس واروح الزقها بكنترول في. اما بقى في التابلت او الكمبيوتر الابل، طب ده بياخد نظام تشغيل اسمه ماك او اس، يعني ماك اوبريتنج سيستم مش ويندوز. فده بيستخدم معاه للنسخ كوماند سي او سي ام دي سي وكوماند اكس وكوماند في. كوماند سي للكوبي اللي هو النسخ، يعني بيعمل دبليكيت للفايل، بيعمل نسخ او تكرار للملف، بعمل معاه كنترول في. ولو عايز اشيل الملف من مكانه او اعمل له موف نقل، فاعمل له كنترول كوماند اكس واروح للمكان الثاني واعمل له كوماند في. طيب الديجيتال سيرش تولز، الادوات البحث
الرقمية. دلوقتي لما بيكون انت حد ما يعرفش الفرق بين الجوجل كروم وجوجل دوت كوم، جوجل كروم ده يا جماعة البرنامج اللي هو تحت ده اللي انا بستخدمه في الدخول على الانترنت، ده اسمه جوجل كروم. طيب جوجل دوت كوم ده موقع، موقع للبحث. يبقى انا عندي حاجتين، حاجة بنقول عليها براوزر متصفح يعني ابلكيشن او برنامج بخش بيه على النت، في انواع كتير جدا طبعا زي جوجل كروم اللي هو ده، في مايكروسوفت ايدج اللي هو ده، في فايرفوكس، في انترنت اكسبلورر، في اوبرا، في سفاري، كل دي برامج بتدخلنا على النت. فبنقول على البرامج دي كلها براوزر يعني متصفح. ما بخش على النت بقى، في مواقع بقى مخصصة للبحث. المواقع المخصصة للبحث دي زي جوجل كروم، جوجل دوت كوم، وبينج دوت كوم، وياهو دوت كوم، والتا فيستا، كل دي تعتبر سيرش انجنز او محركات بحث. وخلي بالكم محركات البحث دي ما بتديلكش معلومات اكيوريت، ما بتديلكش معلومات دقيقة، هي كل اللي بتعمله ان هي بتوصلك للمواقع اللي بتتكلم عن الموضوع اللي انت بتبحث عنه. ملهاش دعوة بقى الموضوع ده اتكلموا فيه صح ولا اتكلموا فيه غلط، هي بتقول لك بس المواقع اللي بتتكلم في الموضوع اللي انت بتدور عليه اهي. خش بقى انت واعمل ايفالويشن او تقييم للريزلتس اللي هي النتائج اللي بتجيلك دي، شيل بقى منها اللي مش مظبوط واعتمد اللي مظبوط، او اعمل اعاده سيرش مره تانية اللي هو اعاده بحث مره تانية. يبقى بتعرف الريزلتس او النتائج دهيت اللي انت محتاج توصل لها باستخدام السيرش تولز او ادوات البحث. طيب يبقى السيرش انجنز اللي هم محركات البحث اللي هي المواقع اللي بنبحث فيها زي جوجل دوت كوم مثلا، وياهو دوت كوم، والتا فيستا، وبينج دوت كوم، كل دي تعتبر سيرش انجن او محركات بحث. وخلي بالكم كل واحده منهم بتطلع نتائج مختلفه عن الثانيه على حسب الداتا اللي موجوده في السيرفر بتاعها. انا باجي ابحث بقى في جوجل مثلا، بكتب كلمات معينه، يعني لو ابحث عن الاثار الفرعونيه مثلا او التاريخ الفرعوني، فبكتب كلمه التاريخ الفرعوني. يبقى كلمه التاريخ الفرعوني ديت الكي ووردز اللي هي كلمات البحث اللي انا استخدمتها. وممكن استخدم فريز كامله يعني جمله كامله، يعني مثلا ممكن اقول له التاريخ الفرعوني في الاسره الرابعه، او الاثار الفرعونيه في الاسره الرابعه. يبقى بكتب جمله كامله ابحث بيها علشان يقلل لي نتائج البحث. لو جات لي نتائج كتير وعايز اقلل من نتائج البحث ديت، ممكن مثلا اكتب بالعنوان، عنوان الكتاب اللي انا ببحث عليه، زي مثلا اقول له مثلا الكتب للمؤلف فلان الفلاني، فيجيب لك نتائج بحث قليله. بس ميزه السيرش انجن رغم ان المعلومات بتاعتها ما هياش كريدبل وما هياش اكيوريت، يعني ما هياش موثوق فيها وما هياش دقيقه، بس هي بالنسبه لليوزر فريندلي وكمان فيري فاست، سريعه جدا في السيرش او البحث. اند اوفن غالبا وهي بتدي لك جيف مين ريزلتس، بتدي لك نتائج عديده بتقدر من خلالها تقدر تعملها ايفالويشن بعد كده تقييم، وتعرف ان كانت كريدبل ولا لا، اكيوريت ولا لا، ان بيزد ولا لا، يعني مش ايه، مش منحازه ولا لا. وجاب لك مثالين هنا منهم من السيرش انجنز او محركات البحث زي جوجل دوت كوم وبينج دوت كوم، قلت لك والتا فيستا والياهو. طبعا هو اشهر واحد جوجل، واللي بعده على طول الياهو، واللي بعده بعد كده بقى بينج وايه والتا فيستا والمواقع التانية دي. فالمواقع ديت مش مجرد مواقع للتصفح، خلي بالكم المواقع بتختلف، يعني في موقع يقول لك موقع تجاري، موقع تعليمي، موقع حربي، موقع سيرش انجن محرك بحث، دي حاجات زي كده. طيب محركات البحث ديت بتجيب الداتا بتاعتها منين؟ بتجيب الداتا بتاعتها من كل موقع بحث في السيرفر بتاعه حاجه اسمها داتابيز. الداتابيز ديت او قواعد البيانات عباره عن ايه؟ They are collection of information، تجميع من المعلومات، which are typically stored in a computer system، زي بالظبط اللي متخزنه في نظام الكمبيوتر. And can be accessed، ممكن نوصل لها for free ببلاش، زي مثلا ان احنا نروح لها من خلال
الكمبيوتر بتاع الايه؟ بتاع المدرسة. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ال collection of information، تجميع من المعلومات، which typically stored in a computer system، تحت نظام الكمبيوتر، and can be accessed for free، ممكن نوصلها ببلاش من خلال الكمبيوتر بتاع المدرسة. طيب الداتابيز اللي هي قواعد البيانات ديت اللي فيها كل حاجة، زي مثلا عندنا مصر الرقمية، مصر عاملة موقع داتابيز او موقع قواعد بيانات اسمه مصر الرقمية، بتقدر تدخل الموقع ده وتشوف مثلا الرقم التأميني بتاعك والرقم القومي، بتخش بالرقم القومي وممكن يجيب لك اسم الأم واسم الأب والكلام ده كله، والمخالفات اللي في المرور والكلام ده كله. يبقى ده اسمها مصر الرقمية، تعتبر داتابيز. وزي عندنا الاي كي بي اللي هو بنك المعرفة المصري، ده برضو يعتبر داتابيز قواعد بيانات، وعلى فكرة ده يعتبر اكيوريت اند اند كريدبل، يعني دقيق وموثوق فيه. طيب الداتابيز زي مثلا جورنال اللي هي الجرايد، نيوز بيبرز، المجازينز، ريفرنس بوكس، كتب الإلكترونية، والنيوز بيبر اللي هي الجرايد، والمجازينز اللي هي المجلات. في مواقع بقى من ضمن الداتابيز ديت بتبقى جنرال عامة، ما بتتكلمش في موضوع محدد، زي بنك المعرفة المصري مثلا، هتلاقيه بيتكلم في ابتدائي واعدادي وثانوي، بيتكلم في التاريخ والجغرافيا والعلوم وكل حاجة. طيب الكفرز ميني سبجكتس، بيغطي العديد من المواضيع بنك المعرفة المصري. وكمان بنك المعرفة المصري ان هو كريدبل، ميزته كمان ان هو كريدبل وكمان اكيوريت ودقيق، والميزة الثالثة كمان ان هو فري لكل الايجيبشنز اللي هم المصريين اللي هم بيتسجلوا على الموقع ده. لكن في بعض الداتابيز الثانية اللي بتغطي وان سبجكت، موضوع محدد، زي مثلا قاعدة بيانات بتتكلم في القانون، بتتكلم في التاريخ، يبقى دي بتتكلم على سبيسيفيك توبيك، على موضوع محدد، وديت بتبقى نوع تاني من انواع الداتابيز او قواعد البيانات. يبقى اتفقنا ان كلمة داتابيز بتبقى عبارة عن ايه؟ عن كوليكشن، تجميع اوف انفورميشن من المعلومات. لايبراري كاتالوجز اللي هي الفهارس المكتبية، الفهارس المكتبية ديت مهمة جدا على فكرة. لو حد منكم كان راح مكتبة زي مكتبة الاسكندرية او مكتبة المنصورة او مكتبة مصر او اي مكتبة من المكتبات ديت، وعايز تبحث عن كتاب معين، بيقول لك مثلا عايز ابحث عن كتاب في التاريخ، يقول لك طب روح قسم التاريخ، روح القسم بتاع التاريخ الفرعوني او التاريخ الحديث او التاريخ مش عارف ايه، وتبدا تروح من مكان لمكان لمكان. فبقى فهرس للمكتبه، الفهرس دوت بيبقى فيه جميع الايتيمز او كل العناصر اللي بتغطيها المكتبه، بدل ما تقعد تدور كتير بيديلك زي فهرس كده او كتالوج للمكتبه، بتقدر توصل فيه ل الكتاب اللي انت عايزه بسهولة. وكمان مش كده وبس، ده بيدي لك كمان الريسنتلي ببلشد بوكس، الكتب المنشورة حديثا في المجال اللي انت بتتكلم فيه، علشان لو انت بتدور على كتاب حديث في المجال ده ولا لا. يبقى اللايبراري كاتالوج سيرش مين انكلوز، بتشمل الريسنتلي ببلشد بوكس اللي هي الكتب المنشورة حديثا، انكلودنج بتشمل كمان الاي بوكس يعني الكتب الالكترونية اللي هي الالكترونيك بوكس، وذ ذا ماست ريسنت ريسيرش about a subject اللي هي بتبقى منشورة برضو حديثا عن موضوع معين. لما بتيجي تبحث بقى when you search any database عن اي قاعدة بيانات، بتستخدم برضو الكيوردز اللي هي كلمات البحث، وبعد ما تستخدم كلمات البحث يظهر لك من results عديد من النتائج. بعدين النتائج بتعمل لها review، مراجعة، بتعمل review للresults ديت علشان تعرف السليم فيها اللي هو الaccurate او الكريدبل او الترستد الموثوق فيه، وتشيل بقى اللي هو ملوش لازمه او تعيد البحث مره تانية. بيقول لك يو كان يوز اذر داتابيز، ممكن تستخدم حقول تانية في البحث، زي اسم المؤلف مثلا. الاسم المؤلف ده بيعمل لك حاجه زي نارو، بيضيق عمليه الايه، نارو اسيرش، يعني بيضيق عمليه البحث. يعني بعد ما يجيب لك مثلا 1000 موقع بيتكلموا في موضوع، لا يجيب لك 100. طب لو استخدمت تاريخ كمان، الديت من فترة كذا لفترة كذا، يوم ايه، بقلل لك عملية البحث اكتر. يبقى كل ما تستخدم حقول تانية للبحث بيقلل عملية البحث وبيوفر عليك انك تدور في مواقع كتير. بكده برضو يبقى خلصنا الدرس الخامس وشرحناه، والاسئلة برضو بتاعته هتبقى موجودة في نفس الموقع
100 سؤال برضو على الدرس الخامس، و100 سؤال على الدرس الرابع.